السيدة زهية بن قرة تبعتي الضجة وتبعتي يعني ما تبعت قليلا لكن ما طلعتش على الملاحظات والتعليقات هذه لأنه أنا أصلا لا تهم نهاية التعليقات. أنا أحييك جدا على إرادتك، هذا هو الأهم. وأقول لك بلال بن رباح لما قال له الصحابي الجليل يا ابن السوداء كتمها بلال في نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانا أخي آذاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تلقي بالا لهؤلاء وتوكلي على الله. عجبتني جدا إرادتك، بارك الله.